بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبتنا أجمعين ولمن قال آمين. أحيانا يكون الواحد مشتهي شاهي تلقيمة مخدر، زي الشاهي اللي جهز في بريق صغير كذا على النار أو على الجمر، شاهي له أكياس وله بودرة، شاهي ورق الأصلي، لكن الظروف ما تسمح له، أما أنه يكون ماسك خط ما عنده وقت أنه يوقف ويشب على غاز ولا شب حطب، أو يكون ساكن في شقة مفروشة مثلا أو فندق ولا يكون فيه إلا كهرباء عندهم. فحبيت أنبه على هذه الطريقة اللي تعطيك نتيجة مشابهة أو قريبة من مذاق ونكهة شاهي التلقيمة المخدر المنعنش، وهي طريقة إعداد شاهي التلقيمة بواسطة غلاية الماء الكهربائية. طبعا أنا ما أدعي أني جبت شيء جديد، لا، في طريقة معروفة مشهورة، لكني حبيت أني أنبه عليها من باب الفائدة ونفع الناس. ولا تكلف شيء، تكلفك أن يكون معك غلاية خاصة بك، تكون معك إذا سكنت في فندق أو شقة مفروشة، أو تكون معك في السيارة إذا كان عندك كهرباء تشغل الغلاية، أو حتى في البيت استخدمها. هذه غلاية لها معي في السيارة 5 سنوات تقريبا، استخدمها في تفويح الماء للطبخ والقهوة والشاهي، واضع عليها أثار التعرية، تأخذ 1 لتر، فيها قفل أمان بحيث لو طاحت الغلاية ما تسرب الموية منها. أنا أقدر الشاهي على مقاس هذا البراد الستيل 750 مللتر، يعني لتر إلا ربع، يأخذ تقريبا 8 بيالات شاهي. سمي بالله، شغل غلاية، التفويح طبعا يأخذ تقريبا 4 دقائق 5 دقائق. إذا قرب الماء يفوح أحط أنا السكر، طبعا أنا ما أحب الشاي حالي، حالة خفيف. الآن فاح الماء وطفية الغلاية، حط الشاهي، لو بغيت أحط خوط نعناع أو حبق، خلص أنتظر تقريبا 5-10 دقائق وهذا الشاي الآن جاهز. وبسم الله، الغلاية الكهربائية فيها ميزة أنه لو برد الشاهي وبغيت أسخنه فقط أضغط على زر التسخين قرابة 20 ثانية ويدفي الشاهي بحيث أنه ما يغير نكهته. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.